تاريخ من النضال المشترك والعلاقات الفلسطينية اللبنانية الراسخة في الوجدان حضر في أوسع تجلياته عبر معرض التراث الفلسطيني 13 الذي أقيم في منطقة الحمرة في العاصمة اللبنانية، ومنه التحية لشعبنا وصموده. عيون الفلسطينيين تشبه جباههم المرفوعة، وأنها عقدت العزم على مقاومة المخارز، فتغلب الدم على السكين وانتصرت الجراح على البغاة. 75 سنة مضت ومفاتيح البيوت الفلسطينية معلقة في الشتات تحت الوسائد وفي الأدراج والخزائن، مفاتيح تتناقلها الأجيال من الجدود إلى الأولاد والأحفاد. لا المفاتيح نخرها الصدأ ولا أبواب البيوت في فلسطين تعبت من الانتظار. حفل الافتتاح الذي حضره حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والثقافية الفلسطينية واللبنانية حذر من مغبة العدوان المتواصل على القدس والسعي إلى تهويدها، موجها الإكبار لصمود المقدسيين. هؤلاء الأبطال يتصدون لهذا المشروع الجهنمي، نعم الجهنمي الشيطاني، لكن صمود أهلنا في القدس، حوالي 400,000 فلسطيني اليوم لن يكرروا تجربة 48، يعتبرون أن القدس هي ركن من أركان هويتهم الإسلامية والعربية، ومن دون القدس لا يمكن أن يدعي أحدا منا جميعا أن هويته مكتملة. المعرض تشارك فيه عشرات المؤسسات والقطاعات، ويعرض في زواياه منتجات ومطرزات ولوحات وصورا وإصدارات كتب عابقة بالتراث الفلسطيني. المعرض يفتح نافذة على تاريخ عريق لبلاد أبى أبناؤها إلا أن يحملوه معهم فوق الحدود الجغرافية ويتناقلوه عبر الأجيال. زينة عبد الصمد، تلفزيون فلسطين، بيروت.